ما يقولوش ان انت عندك مخالفه، لا، يروح جاي رابط له العربيه ويسيبه بقى يوم يومين لحد ما هو يجي له او يفكر لو هو يرجع له تاني. معطيني مخالفه عشان تاخير 3 دقائق بس. سياسه الشركه يقول معطينك 7 دقائق فوق الوقت المحدد. هنبغى حل الموضوع هذا صراحة. يعني التسعيرة أول شيء غالي، وثاني شيء يعني تحس إن الموظفين الشركة نفسها متقصدين المواطنين. يعني أنا صارت لي أزمة قبل 3 أسابيع تقريبا، قاص التكت وكل شيء، وأتفاجأ بمخالفة، معطيني مخالفة عشان تأخير 3 دقائق بس. يعني سياسة الشركة يقول معطينك 7 دقائق فوق الوقت المحدد بعد انتهاء التكت. يعني 7 دقائق يعطونك وقت محدد، 7 دقائق عادي يعني ما يخالفونك فيها، انا خالفوني في 3 دقائق. طبعا رفعت شكوى ورفعت عن طريق ايميلهم، هذا ردوا علي قالوا انت مخالف. يعني هم يبغون الدراهم يبغونها. اللي مأثر النهارده على السوق في المنطقه اللي هي الشرقيه في الدمام او سيكو بحد كبير جدا اللي هي المواقف. المواقف النهارده مش مخليه واحد يركن سيارته، اللي يجي النهارده يركن سيارته لو عليه مخالفه قديمه يروح مكلب يشنها له، ما يقولوش ان انت عندك مخالفه، لا، يروح جاي رابط له العربيه ويسيبه بقى يوم يومين لحد ما هو يجي له او يفكر لو هو يرجع له تاني. لو ما كانش الرجال اتصل بيه او جاب حد ما يعرفها والله ما يفكوها، ما يفكوا نهائي الكلبش بتاعها. والكلبش يقول لك الكلبش 115 والفك 115، يعني عشان اجي اشتري حبايه عطر ب 50 ريال ادفع لي 230 ريال في غنى عنها. والله نقترح بس اللي هم يرتبوا لنا مع بتوع المواقف حتى يسيبوا للزبون اللي هو 10 دقائق. جهاز المواقف لو يدعم البطاقة، وبعض الأحيان يكون الجهاز عطلان، فهذه من المسببات اللي حصلت. وكان في البداية أن العميل إذا جاء ما ينتبه للوحات الإرشادية، كانت غير واضحة، وعليك مخالفة سابقة يكلبش سيارتك. شايف أنت يعني على الأقل خليه يسدد المخالفة القديمة، الجديدة تتسجل للشهر الجاي. يعني هذه من الأسباب وأثرت علينا في السوق بصراحة. السوق يقول لك أنا أجي أخذ شغلة مثلا ب500 ريال أدفع 300-350 ريال. طارح سيارتي جوا في الزقاق وعساسة أنزل على السوق، خليتها هناك، يعني اضطريت لازم أخليها جوا عساس يعني تعرف يجي لها صاحب المواقف ولا شيء يعطيها مخالفة، ممكن تطول ولا شيء، سبحان الله على طول يعطيك مخالفة ويقفل على السيارة، على طول يحجز السيارة. والله وش الحل؟ الحل عندهم، هم اللي سووا المواقف هذه بفلوس. كانت والله الأول مجانا والحمد لله، يعني الكل مرتاح، مرتادي الأسواق مرتاحين، وأصحاب المحلات مرتاحين، وأصحاب السيارات كذلك مرتاحين. الحل عندهم